ها يا سي راشد، اتخات غلط اتخات غلط اتخات غلط. او اقول له اقول له يا ما تكوره في كنت تجمع يا ما الدوريه شي اصدر ها كلشني. لا 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 هذيك ها ظهر في خاطر البحر ومواجه. اوه يا تحياتي اخوة شبابنا واصحابنا. المهم راكم كنتم معايا في الفلوق كما قريتو من العنوان، وراكم كنتم معايا بيس ليكم. بقاو معانا درجة بدرجة. رشيد قولنا شي كلمة سي رشيد. اودي ما نعرف اسمك على خير وصحة فطوركم وصحة سحوركم. الله يرضى عليكم. تحياتي لكم وكملوا معنا هذا الفلوق الثاني ان شاء الله. صافا خوتي راكم عزاز الغانيين، وما تنساوش لي كومونتيرات زينين ودخلوا عندي الانستغرام بريده 48 وراكم تمايا. صافا خوتي وراشد 48 وراشد 48. دخلنا لواحد المدينة صغيرة غادي نعرفكم عليها، هي مدينة بني درار. اللي معرفش مدينة بني درار جاية ما بين عفير ووجدة، هي منطقة معروفة بالشواء ومنطقة جاية على الحدود، حدود جزائرية جاية ما بين المغرب والجزائر. وتحياتي لكم وكملوا معنا الفلوق ان شاء الله حتى للسعودية. بني درار ولا مش تاسع؟ واش تحية الناس بني درار ساك مالهم هادو بلي مرمدين هنا اول مرة ها؟ رايح ايه مسكي مرة لانو الكاميرا شداني وشده ما خلو شي بانك بانك ولا علي السيد بشير دي ما نعرفت كيف داير اخو عمي والله لا بيخ هذا اخوتي باح فيها ها؟ احنا فاح؟ باح فيها باح فيها يا ماشي محفية لا ساحفية كيقولوا باحفية ماشي باحفية محفية لا باحفية بالباء تيلي باز تحياتي الناس أحفية تحياتي لكم. نمشيو ليها نصورو شوي خوتي. وصلنا مدينة أحفير نتقداو شي حوايج نكملو طريقنا إن شاء الله للسعودية. خوتي لا صافي خوتي الروبي ها هو احنا في احفير. يلا نمشي يلا تحياتي الناس احفير واحد واحد بيس ليكم ركوز. هذاك شكي يدير اشقر خويا سمح لي شي دري خويا سمح لي شي دري خويا سمح لي شي دري فين هذا بان اش قاربا اللي مشى لمشي تجي شاي انا بلا ما بقاش نجي شابولات باستو كدا لاكو صراري انا هذه هي انا الطياره نتاعنا بقيت شي انا
خوتي درك وصلنا بين الجراف، هاد بين الجراف ما بين المغرب والجزائر. وصلنا هنايا تصورنا شوية وريحنا شوية، غادي نكملو الطريق ان شاء الله السعيد يا خوتي، بقاو معنا. شي كلمة اركو في الداخل، اركو شما ما داخل اروح اسبعين طلع. انا يعطيك الصحة، انا يعطيك الكوكو. خوتنا الجزائريين تحياتي ليكم، بليس ليكم. رشيد بغى يقول لكم شي كلمة، ها هو السيد. السلام عليكم وتبارك الله عليكم احبابنا وخوتنا عمر ونفاس، شحال من هاد جوج شبوره يا من ايوا الحمد لله. المهم انا شحال مره كنكررها ونعاودها، الله يعفو عليهم الحكام ديال الجزائر، الله يعفو عليهم. عطاني جاي ما عرفتش شنو دايرين المغرب، شنو دايرين المغرب ما عرفنا والو، والله ما عرفنا حاجه، الله يجعل ربي يفرجها امين. هاد تشوفوا المنطقه الشرقيه ديال ديال ديال, ديال, ديال المغرب، اولا طلع لي خويا المنطقه الشرقيه ديال المغرب كانت عايشه على الجزائر، كنقول كلهم حرام عباد الله البيطان عايشين، وهما عاوتاني نفس المشكل ديالهم عاوتاني كانوا عايشين. يقول لك هذا برك صاحبي دابا اللي بغينا نقولو، والله جا ربي يحكم. شوف 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 العيب الجزائريين، ماشي الشعب الحكام، ما فهمناش واش كاين، غير يقولوا واش كاين مالهم مع المغرب. تبارك الله عليكم، ونطلبوا ان شاء الله تولي المياه مجاريها، وهذوك اللي ما يبغيوش المغرب الله يعين عليهم. جوج شبرات بيناتنا، تحياتي لكم. هنا دعوة واعرة هنايا بين الجواب، تحياتي لكم. شو هذا كيصور واحد هو الهيها الروبي يا صاحبي، واش راك ازيد زيد الفوق الله لا شي حلف، شوف صافي اخرج معاك شي حلف تمايا. ها يلا ها تحياتي، تحية خوتنا وحبابنا لي زامي مصرها. يقرب الفطور واحد ما بقاش يدور، قلت من يقرب الفطور واحد ما بقاش يدور. ارواح ام والله خلينا نمشيو مشيو 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 للبحر نوريكم. قال لك من يقرب الفطور واحد ما بقاش يدور، ايوا اعطيها الماكدور. غادي نمشيو للفطرو ونروحو للبحر عاوتاني ان شاء الله. تحياتي تبارك الله عليكم. شنو هذا؟ ما درتهمش، مانيش نقش على بزاف الكتابه، قولوا لي انتم شكون. ابراهيم سفيان محمد تحياتي اخوتي، الله يخليك. تبارك الله عليكم اخوتي، وراكو تمايا وبصحة فطوركم، وراكو عزاز وغاليين وطلقني الزهرو. لا وقت الفطور سي يوسف، تحياتي خويا راك عزيز وغالي، من تشوف هذا الفيديو درنا كومونتير في يوتيوب. هلو واحد منهم اللي ما بغوش يديروا كومونت، تحيه غير الرجال وبيس للرجال ديما اللي عزيز علينا. راه نديروه فوق راسنا، فوق راسنا غير قلنا هذوك اللي ما بغيوناش بالمطول غادي يبقاو يغيونا ان شاء الله، ما عشروناش وما عرفوناش. تحياتي غادي ندير لكم بالسيوفة ماشي هذا تعشطة لا ما كانش تعشطة الرداع طلقني. بعد ما رجع السوايع نتاع الطريق وصلنا السيدية على سلامتنا خوت، وصلنا السعيدية. جايب هذا جايب ما ينالو توضى بها على حسب الله، على حسب جونجلاش. تحياتي، واحد الجو اليوم نهضروا شوية، واحد الجو اليوم مهم عريضة مغيم، كانت دعوة الصباح مشمشة قلنا نمشيو نديرو واحد الدويرة، ولكن مهم خوتي المهم نلعبو كورة، نلعبو كورة كلشي بالمكاتب كورة خليه غادي نهزه صافي يلاه شرا شرا ها وريهم شكون هو هذا؟ ها هو الروبي معاك. لا أحب وأفتح الحق الله أكبر. اسمع كلاش تاع 12 كاستي الرسول هذا اخوتي، حنا رحنا تركيا باغي نحرق، صافي اخوتي والله هذه هي التالية اخوتي. صافي بنادم راك عارف صلاتنا للعدم اخوتي، حتى حنا نمشيو ندبر على راسنا اخوتي سالينا. المهم من الاخر اميغوس
الوالده سمحي لنا قلنا لك انا غادي للسعوديه نفطروا. المهم الوالده سمحي لنا شاف المهم خوتي خلينا لكم الراحه هنايا وجده خليناها لكم يلا اديوس اميغوس انديو انديو ابراهيم بيس انديو تحياتي. الكاميرا هنا انا جينا السعوديه جينا السعوديه في خاطر جينا الغابة جينا ها رحنا جينا الغابة هنايا جينا السعيدية جينا السعيدية غادي نصيفطوه بالرجولة غادي بالرجولة جبنا هذيك الكرة بالرجولة الصاط تحياتي غادي شوف هذا الفيديو راهم ابونات هي السعيدية الله هي السعيدية لولا تخلعها يا حصرة هاد الشارع ما يخواش ايه تخرجوا الفاكونس لار هالفاكونس الفاكونس ماشي هي الفاكونس غادي تجيو يخرجوا هادو يخرجوا غير بالصيف بحال الفكار لا بصح اخويا امين عاوتاني راه الميديتي قاسم في هذيك وجده وهذيك مساوش نقول لك خويا امين نضار يجيو يفطروا هنايا العاقه كنطير الحداده محلوله راك عارف رحت تنعس كملت رحت تنعس بعدا السعوديه اللي هزاتها اخويا هزينها الفاكونس كي مشاو الفاكونس صافي مشات السعوديه روح باي باي السعوديه اسمع ها هي حنايا كانوا يديروا هذاك المهرجان ها هي اخويا ايه هي المهرجان ايه هي السعوديه ايه يا خويا ايه يا البحر كنا نمشيو نجريو ليها ونعومو افين انا راه جيت نجري مين اخوتي اول مره جيت السعوديه وجيت مع صحاب مين صحاب السعوديه ايه هنا يا راه البحر ولا ايه في شي بلاط حطونا في المحطه وخرج نجري قلت لك السوتي درتها في الصاك وجاي نجري اسخفت وما وصلتش للبحر والله الا سخفت هذيك الخيطه كنا صغار نجيو في الكار تقلع حوايجك في الكار في الكار تقلع حوايجك تجيب كبوت نتاع السعوديه او كبوت على البحر باغي تشوف البحر اجي فيتاس اجي في اتغسابوخ يا خويا تبقى تقول اوت مع الحطه كنجيو مع السبعه نتاع الصباح مع السبعه نتاع الصباح كنقطعو الكارطه تاع السبعه نتاع الصباح الكار الاول باش انا الثمانيه شكون هنا الكار الاول هادي تجي فيه هادي لا لا الكار الاول والله لا يا مات راشد راه عاد ليها جاي اوتوستوب جاي اوتوستوب راشد يا راشد شدوا لنا نكعش ايه يا راشد ترو ايه هنا جوني دوري جنج قطع يخلي عتاف عتاف ناقص بشي مشي معاكم اخوان ناقص بشي فيديو ولا بشي فلوق ولا كنلبس لهم هذا صافي هذاك لوق صافي الربي واش خد صافي خدم له توني دوريجن حنشة دوريجن توني تقطع الحنشة تنفخ جوا منها خرجها كاع اسع والله بصح الجو ياك الجو واعر رشيد راه تنعس رشيد اخويا تحية الشمس ها تحية البحر الماء قال لك انا هو الله شفت كبير واه لا صغير عليك انا كبير عليك بعام واه داك حضرت من الظهر ولا المغرب اخو امين تحضرت للظهر ديالك انا ما حضرتش هذيك اخوتي تحيه لابراهيم سي يوسف وتحيه سفيان الزين مرضي الوالدين يوسف تحياتي شحال باقي المغرب اما الوالدين بغيت تجبد عليا انت انا عطشان لا والله انا بغيت شي حاجه صرف صرف انا نكب حالا طيبه اليمنى المنهوضه سخن فكان لا كراسه لا والو هنا في هذه السعوديه هذه وما جبنا لا كراسه لا والو نروح الفطور هنايا راني جيعان راني جيعان هذا راه يتسنى غير ود الروج ولا الصح فرس لحني جيعان ها يا خويا تحياتي واحد الفطور متواضع تحيا خويا رشيد شو الرياضه ارا شو ارا ها يا سي رشيد اتخات غلط اوه اقول له اقول لي يا مات كورا فين كنت تشوما يا مات دوريا شي صدر ها قلشني لا هذيك ها ظهر في خاطر البحر وماجو
اوي اوي يا خويا سفيان الله يحفظك يوسف اخوت يوسف سفيان يوسف سفيان ايف ايف انت قد روح 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 اسحب نقطه اه خوتي قال لك فين تلعب عليا فلان قال لك جيب اما انت كيش حال جبت تركت يا خوتي قال لي جيب 100 120 130 اقبل انا ما نديرها بالرب تناكل خويا سامولي قال لك تلعب عليا فلان دا ام رشيد كش حاجه في التراكسيو قال لي نجيب 150 سفيان وراه يجيب 100 اصاحب انا سيدي انا كل شحال قال لك نجيب 150 120 130 واش حبلو قال لك من هون ديال خالو شحال تجي فهمت ما لا عارف واش داك يا غلطتي كوشطا واش بغيت تقول في هذا الشيء انت اما نقول وانا خويا ناكل انا خاطيني انا السي رشيد في التراكسيو على من غادي تفوز تفوتو نتوما واش على رشيد ولا محمد رشيد المنوني تعرف امك راجل الروح تحيات التاكسيو ما كانت تقاد يلا انا هيك رشيد هادي تحدى ما فهمتش التاكسيو واش هي قال لك بغا يطيح في الارض اه التاكسيو طاح طلع على هكا هكا هاي راح كان هنا والاذان مازال ما بغى يودي اخوتي يقولوا لي انا فهاد السعيديه في قشره نقول لكم واحد حاجه والله الا من الصباح وانا نجري حار ما جري من انا الطراكسي وكذا انا عطشان انا باغي نش اخوتي ما بقاش ما بقى والو الاذان بقات واحد 10 دقائق ولا قولوا لنا بصحتكم في الكومونتير وراكم معايا ها هو صاحبي باقي خونا صافي اخوتي وصاوا ديروا لنا شي كومونتير وراكم معايا خوتي كتب لي على راه خوتي انا مازال ما قلت لها سميتي